اذا متابعينا هنا السن 2 وراهم عاطيين له شحال؟ 76 76 76 والبيع شحال راه يقول هنا بالتقريب؟ والبيع ب 8 سعر البيع راه يقول 8 ملايين، مين جاونا الكباش هادو؟ هذه من البيرين منطقة البيرين منطقة المعذر معذر المعذر قل لي قل لي علاش الكباش ارتفعت هاد العشر أيام الأخيرة؟ ما واليوم مش مرتفعة اليوم واليوم راه هابط السوق اليوم مش مرتفع السوق اليوم 76 اليوم كان يسوى 8 قبل هذا راه كان يدير 8 ملايين يتسمى تراك تقول كاين تراجع ايه راه كاين تراجع اليوم واليوم راه كاين المال الله يبارك راك والبيع هنا شحال راه يقول هنا بالتقريب؟ ب 8 من البيع سعر البيع راه اللي راه مسطروا هذا البائع هو 8 ملايين هنا من سوق البيرين لولاية الجلفة التغطية راهي مستمرة عبر ولاية الوطن كما راكم تشوفوا وعلى المباشر أنا متواجدين بسوق البيرين لولاية الجلفة تقدروا تدخلوا وتشوفوا الحلقة الأولى وتقارنوا الأسعار لأنه جينا هنا قبل شهر التغطية بدأت من سوق البيرين وتقارنوا الأسعار مقارنة بالشهر اللي فات. إذا متابعينا عرض آخر للبيع هنا راهم مساومين 84 8 ملايين و400 والسعر البيع هنا اللي راهم مسطروا البائع هو شحال؟ راهم فيه 84 البيع شحال؟ 10 من جبرك 10 ملايين إن شاء الله قل لي قل لي وبكل صراحة الشاري كاين ولا ما كانش؟ مازال هذا راه بدي يجي هذا راه بدي يجي الشاري شكرا يعطيك صحة أخي العزيز راني نصور معليش اخي الكريم مراد اذا متابعينا هنا عندنا خرفان هادو اللي في الصوره هنا السيد راه مساومين وشحال مساوم شحال مساومينك هنا 7 ملايين شحال مسومينك هنا؟ عطاو 7 ملايين 7 ملايين والبيع شحال راكم دايرين؟ البيع قلنا له 75 75 مين جاونا الخرفان هادو؟ جلفة منطقة الجلفة هم يقولوا راكم تبيعوا غالي والاسعار راهي غالية ما تعليقك؟ والاسعار تاع القرط مشتاش والعالب والنخالة والشعير وفينيس راهم قاليين هما ثاني الشعير هي قد 600 ألف والنخالة تسوى 500 وال عفوا سعر البيع شحال قلت لي راك داير مسطرو 75 75 البيع البيع راه يقول 75 100 7 ملايين و500 للبيع اذا متابعينا هنا رانا مع الحاج كيسمك الله عيشة الله يبارك مين جيتنا وش من المنطقه من وساره وساره شحال راهم يديروا الخرفان هنا شحال مسومين 87 87 السن تاعهم هذو شحال ثنيان ثنيان والبيع شحال راك تقول قلنا لهم 9 9 ملايين الميزان شحال هنا تاع اللحم شحال يوزن هنا الميزان ما نديرو هنا تاع العيد ما نديروش الميزان تاعو صح بالتقريب هكذاك كاينه 35 36 قل لي كيفاش الاخ عيسى كيفاش راك تشوف سوق البيرين اليوم خيره سوق البيرين راه قالي خير ربي الاسعار راهي غاليه كما قال لكم الاخ عيسى هنا من سوق البيرين لولايه الجلفه اذا متابعينا هادو اللي في الصوره تباعوا وسعر البيع هو 13 مليون تباعوا هادو اللي راكم تشوفوا فيهم السن تاعهم شحال ثنيان كاع ثنيان هادو ما من اللي راهم واقفين اها كي هادو كل اللي راهم راقدين كي هادوك هادو ما كاع ثنيان والسعر اللي تباعوا به 13 مليون خليه
الله يبارك خير ربي هيا بها منين هاي. إذا مشاهدينا عرض آخر لل لديك قطيع من الكباش أو الخرفان وترغب ببيعها في أقصر مدة ممكنة والتشهير بمكان البيع والسلعة الخاصة بك، الآن نوفر لك خدمة الإشهار على قناة دنيا تيفي. يمكنك التواصل معنا على الأرقام التالية، يرجى معاودة الاتصال في حال انشغال الخط. دنيا تيفي دائما معك. إذا متابعينا تلقينا مع الأخ سفيان، جانا من ولاية بومرداس. الله يسلمك، صباح النور سفيان. بس خوياك مليح الحمد لله. قل لي سفيان، كيفاش راه السوق البيرين اليوم؟ السوق خويا راه غالي، عام سنة راه غالي على عام اللي فات، راه غالي بواحد زيادة بواحد المليون حتى المليون ونص في الراس، راه غالي عام سنة. مازال ما شرينا والو، هذا وين دخلنا مازال ما شيناش، قبل يا ربي ماناش قادرين كاع نشرو. قل لي وشنو السبب الارتفاع الكبير اللي كان خلال هذا العام مقارنة بالعام اللي فات؟ الماكلة راهي غالية اخويا، الماكلة زادت، الشعير واقيلا 800 ولا 850 القنطار، واش تخدم؟ الشعير غالي ما قدرناش نخدمه. الله يرحم باباك، العام اللي فات الشعير 420 430، عام سنة 800000، وهذيك زعما يقول لك تدعيم تاع الدولة. سيد عنده 150 200 خروف يطلوا 10 قناطر ولا 15 قنطر، واش سمانه يكملوها ياكلوها؟ سمانه ياكلوها، يطلوا 10 قناطر ولا 15 قنطر شعير. قل لي وشنو النصيحه اللي تقدمها للجزائريين والناس اللي راهي مقبله على شراء الاضحيات العيد؟ يا خويا ولا ربي معاكم يا شعب الجزائر، عاب السنه ولا ربي معاهم وربي مع الزواوله ان شاء الله. هذيك تاع 3 ونص و 36 هذيك راحت، هنايا خرفان صغار، خرفان صغار كنا نشروهم 27 28 43 45. تحشم يجي عندك بنادم، يجي عندك تحشم باش تقول هذوك تشري هنا ب 43، تروح شحال تبيع وتدي في هذيك 300 400000 باينه كاميو شقاك تعرف، تقول له 47 48 خروف صغير هكذا، تقول له 46 47 تحشم، ولا غير رانا نحشموا باش نبيعوهم عام سنه، ولا غير الله يجعل الخير عام سنه ربي يجيب الخير. التبن كان يدير 20000، البوطاله يدير 80000، القرط كان يدير 80000، راه يدير 140000 160000، راه بالدوب، راه كل حاجه بالدوب، الماكله كاع راهي بالدوب. والناس الثاني اللي يبيعوا يا حليلهم يا خويا، هنا نكذب عليك يا حليلو يا حليلو الموال يا حليلو. شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، هاد الخرفان اللي راكم تشوفوا فيهم سومه 66، هكا باش تشوفوا الخروف تاع 6 ملايين بالتقريب كيفاش داير. خونا معليش تجي دقيقة معليش باش نسقسي شحال راهو داير السومة، ما قدرش يجي معليش. إذا مشاهدينا جولتنا خلصت اليوم هنا بسوق البيرين لولاية الجلفة. أنا نبقيكم على خير، نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات جديدة. ما تنسوش برك تبارطاجيونا الفيديو على 58 ولاية. Thank you.